جد سعيد اليوم للمشاركة في هذا يعني النتائج ديال الدراسة اللي قام بها المجلس الاقتصادي فيما يتعلق بالصناعة البحرية. كيف تتعرفوا سيدنا الله ينصره طلب تفكير في إنشاء أسطول بحري قوي وتنافسي من خلال الديسكور الأخير ديال المسيرة الخضراء. احنا كوزارة نكبينا على هذا الدراسة هذه مع مكتب دراسي دولي جد هام وبتشارك اكثر من 100 ديال المتدخلين في هذا المجال هذا. قبل يعني غادي تعطاو النتائج ديال هذه الدراسة في المستقبل القريب، ولكن اليوم يمكننا نقولوا ان الصناعة البحرية لها دور جد هام ودعامة قوية فيما يخص انجاح يعني بناء اسطول تجاري بحري تنافسي في المغرب. نقدم اليوم للصحافة الدراسة المركزة التي أنجزها المجلس في إطار التقرير السنوي برسم سنة 2023، وهذه الدراسة ترمي إلى تقديم السبل والوسائل الكمينة يعني الدفع بصناعة السفن في بلادنا نحو يعني في اتجاه تنمية ونمو سريعين، لأنه نعرف أن بلادنا نجحت في صناعة يمكن لصناعة السفن أن تستفيد منها، ويتعلق الأمر بصناعة السيارات وصناعة الطيران. وبالتالي يعني نرى أنه من الضروري سيما أن المغرب يتوفر على شواطئ طويلة ويتوفر كذلك على يد عاملة كفأة، ويمكن له أن يسن سياسة ترمي إلى مزيد من التصنيع نحو النمو والرقي الاجتماعي.